السلام عليكم. اليوم غنشوفوا الصفحه 14 من كتاب فضاء الرياضيات المستوى الثاني ابتدائي. حنا في الدرس الثاني. الدرس الثاني هو درس مهم جدا لان منه غننتقلوا بدايه ديال الدروس ديال المستوى الثاني. المستوى الاول كنا كنعرفوا الاعداد غير من 0 ل 99. اليوم غادي نتعرفوا على العدد 100، يعني غنبداو المرتبه ديال المئات، لان التلميذ في المستوى الاول كان كيعرف غير الوحدات والعشرات. وحدات والعشرات يعني من 0 تالت 99. فوق 99 شنو كاين؟ هو ما كيعرفش مرتبة أخرى، كيعرفش بأن كاينة مرتبة سميتها المئات، وكاينة من بعد يشوف مرتبة سميتها الآلاف، ولكن كيعرف غير الوحدات والعشرات. اليوم غادي نحاولو أنه كيفاش يتعرف على العدد 100، كيفاش كنوصلو ل 100. إذا 99 كنزيدو عليها واحد الرقم، ما كيبقاولناش غير جوج أرقام، كيولي لنا ثلاثة أرقام. كيفاش غنعرفوهم؟ تبعو معايا. قالك أكتب العدد المناسب وأحسب. عندي شحال قلم وردي؟ القلم الوردي العشرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخمسة، الستة، السبعة، الثمانية، التسعة. كاين تسعة ديال الباكيات، كل باكية فيها عشرة، إذا عندي شحال ديال العشرات؟ تسعة. وشحال عندي ديال الوحدات؟ واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة الوحدات، سبعة الوحدات، لاحظتوا؟ ها هما ورديين، غنخليهم لون واحد. هي 97، ياك هما هادو 97 قلم وردي. زدنا عليهم ثلاثة أقلام بنية، هما هادو غنقول 97، 98، 99. شنو هو 99؟ 100. كي عندنا نكتب 100؟ 100 كي عندنا نكتبوه، كتجي كدير شحال 100؟ بحال دابا العشرة العشرات، هما كان عندي تسعة وهذه ولات 10 اخرى. 10 العشرات يعني 100. اذا شحال العشرات؟ بحال دابا شحال الوحدات؟ ما بقاوش عندي الوحدات. ها المراتب كاين وحدات، عشرات، مئات. ها الوحدات صفر. العشرات شحال؟ هذو لان ما بقاوش عشرات، لان حولتهم رديناهم 100 واحده. 10 العشرات هي 100. اذا شحال بقاو لي العشرات؟ صفر. شحال المئات؟ واحد. 100 واحده. فهمت؟ اذا الوحدات زيرو، العشرات ما بقاوش لان هادو ملي ولات 10 هادي نزيدوها على 9 10 تولوا 10 10، و10 10 هي 100 واحده. اذا صفر وحدات، صفر عشرات، وواحد 100. ولي تفكر 10 10 ها هي ملي كنحولها كتولي لي 1 100 و0 ديال العشرات. فهمت؟ 1 100 و0 عشرات. اذا هنا غنقولوا 7 97 زدوا عليها 3، نوضعوها في العمليه. 97 زائد 3، 7 زائد 3 كم تساوي؟ 7 زائد 3 تساوي 10. مش غنكتبو 10 كاملة، لا، نكتبو 0 ونحتفظو بواحد، يعني نحتفظو به. هنا شنو كنحتفظو بواحد؟ شنو كنقصدو كنحتفظو بواحد؟ لأن هاد 7 و 3 ساوات لنا 10، الوحدات ما بقاوش عندنا، كنحطو 0 هي هادي 7 و 3 10، الوحدات ما كيبقاوش، كتبقى عندنا 10 وحدة كنزيدوهم على 10، حنا زدناها مع 9. تسعة ديال الباكي ولات عندنا باكية أخرى، واخا فيها ملونات مبدلة ولكن كديرهم في الباكية ديال 10، كنحطها مع العشرات. 9 زائد 1 شحال كتساوي؟ 10. كنكتبوها كاملة، كنكتبوها هكا كاملة 10، هي هذا هو هذا العدد 100. واضح؟ دابا غنشوفوهم مغيرة بطريقة أخرى. عندي دابا شحال من قلم بني؟ 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90. 90 قلم بني زيد على باقي الاقلام البنيه، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99. اذا عندي 99 قلم بني وقلم واحد وردي. اذا عدد الاقلام هو 99 زائد هذا الواحد، هذا 99 زائد واحد. اذا هذا 9 العشرات زائد هذه العشره وهذه الواحده، هذه العشره الاخيره كاع. إذا شحال ولاو من 10؟ 10، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، وهذه العشرة الأخرى هي 10، إذا عندي 10 العشرات. إذا كتولي 9 ديال العشرات الأولى، زيدوا عليها 10 وحدة باش جمعناها، هادو 9 البنيين وواحد ليمون. شحال ولات 10 ديال العشرات؟ فهمتوا الطريقة كيفاش؟ ما بقاوش عندنا الوحدات، والعشرات عندنا 10، العشرات غنبدلوهم 100، غتولي عندنا 100 وحدة والو ديال العشرات، ما بقاوش عندنا العشرات، واضح؟ دابا نحاول نحسبوا عدد الأقلام بطريقة أخرى. 97 زائد 3، إذا 7 وحدات 7 مع
ثلاث وحدات هي 10 وحده. احنا قورنا 10 وحده يعني 10 واحده. وهنا هذه شنو هي؟ وتسعون. هاد 90 هذه هي 9 10. اذا 7 و 3 اعطتنا شحال؟ 10 وحده. وهاد 90 اعطتنا 9 ديال العشرات. اذا ها 10 ونزيدوا على 9 ديال العشرات شحال كتساوي؟ هي 100 هي 10 عشرات. هاد 9 ديال العشرات صنع عليها هاد 10 وحده اللي تكونت لنا من هذه وهذه ولات 10 ديال العشرات. 10 ديال العشرات هي 100. هنا ندوزو ثالثا. قال لك احسبوا عدد الاقلام بطريقه اخرى. 99 زائد 1. 9 زائد 1 تساوي 10. نكتبوا الصفر ونحتفظوا بواحد. هنا يعني شنو هي ذاك الواحد؟ هو ديك العشرة اللي تزادت عندنا هنا. احنا رضيناها مع العشرة مع 9 ديال العشرة. شحال ولا واحد؟ 10 ديال العشرة. 9 و1 هي 10. نكتبوها كاملة هكا. إذا 99 زائد شحال باش كتعطينا 100؟ زائد 1 99 كتزيد عليها 1 كتولي 100. و 97 شحال زدنا عليها قبيلة الأقلام باش ولات 100؟ 97 حسبها بصبعك. 98 99 100. إذا شحال زدنا عليها؟ 3 بطبيعة الحال. واضح؟ هذه هي الصفحة 14 كملناها. تمام.